بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الحية رقم 9 من مقرر إدارة الجودة الشاملة، الفصل الأول من العام الدراسي 1439-1440. والمرة السابقة قدمنا محتوى المحاضرة المرئية رقم 19، و هناك بعض الأسئلة، فإذا نجيب على الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة المرئية رقم 19. أمامكم الجزء الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 19، وشبكة نفس السؤال يقول: شبكة التحليل ذات الوقت تمثل تشخيصا لألف 4 أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، ب 5 أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، ج 10 أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة، ذات جميع ما ذكر. وفعلا الإجابة الصحيحة هي ألف، شبكة التحليل الذاتي للوقت إذا تمثل تشخيصا ل، إذا نجيب الإجابة هي ألف، 4 أنواع من المشاكل العملية المؤثرة سلبا على الجودة. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 19، نعم، يعني هي مشاكل تؤثر سلبا على إدارة الوقت، وبالطبع يعني إدارة الوقت هي مرتبطة ب يعني مجموعة من الممارسات داخل المنظمة، وقد يعني تحدثنا عن هذه المشاكل المرة السابقة. قلنا يعني عدم احترام الأجيال، غياب التخطيط والبرمجة للأفعال. فإذا يعني التخطيط هو عملية، ولكن إذا كان لا نقوم بتلك العملية بطريقة جيدة يؤثر سلبا على إدارة الوقت. أيضا بصفة عامة كل الأعمال والمهمات التي إذا لم نقم بها فإن هذا يسبب يعني أيضا خلل في إدارة الوقت. فأيضا يعني قلنا في النهاية كثرة العوامل المخلة بإدارة الوقت، يعني لكذا لأنه لا يمكن ربما حصر كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على إدارة الوقت. إذا السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 19، لكي يقع ترجمة ثقافة الجودة إلى مخططات استراتيجية للجودة الشاملة، اختار ألف القيم التي توجه اختياراتنا للأهداف التي ستكون محركا لتنفيذها وتقييمها، ب المبادئ التي توجه اختياراتنا للأهداف التي ستكون محركا لتنفيذها وتقييمها، جيم القيم والمبادئ التي توجه اختياراتنا الأهداف التي ستكون محركة لتنفيذها وتقييمها، دل شيئا ما ذكر.
الأمل العتيدي، المحاضرات هذه الحية هي مفترض الإجابة على أسئلتكم. يعني الطالب مفترض اليوم مثلا، يعني المحاضرة رقم 19، الطالب مفترض اطلع على المحاضرة المرئية المصورة فيسأل وأنا أجيب. إذا كان الطالب لا يسأل ماذا نفعل؟ أنا أعطي بعض الأفكار المتعلقة بالمحاضرة رقم 19 وأعطي أمثلة لأسئلة فقط. يعني إذا أنت مطالبة أنك قبل المحاضرة هذه أنك تطلعين على المحاضرة المرئية المصورة رقم 19، لا نعيد المحاضرة، المحاضرة لأن يعني كل محاضرة تعرف يعني 25 دقيقة، لا نعيد في المحاضرات الحية المحاضرات المرئية المصورة. فالمعتمد ليس المحاضرات الحية، المحاضرات الحية هذه لا تكفي، المعتمد هي المحاضرات المرئية المصورة. فإذا كان عند أي إشكال بخصوص المحاضرات المرئية المصورة فأجيب عليه، وإلا أنا أعطي يعني الأفكار، بعض الأفكار الأساسية في هذه المحاضرة، وأعطي بعض الأسئلة ثم نمر يعني في انتظار أسئلتكم. الحصة السابقة يعني أعطينا بعض الأسئلة، لم نكمل تلك الأسئلة، فاليوم نكمل تلك الأسئلة. الدرس بخصوص محاضرة رقم 19 يعني تم إعطاء الأفكار هذه في المحاضرة السابقة رقم 9 وقدمنا الأسئلة، ولكن لم نكمل تلك الأسئلة. يعني مرة سابقة قلت سويت بعض الأسئلة اللي ذكرناها مرة سابقة ثم نكملها ثم ندخل في المحاضرة المرئية رقم 20. هل واضح أمل؟ أمل الأسيب، هل واضح أم لا؟ نعم. إذا بالنسبة لأهم الأفكار المتعلقة بالمحاضرة 19 تم التحدث عليها في آخر محاضرة الحية السابقة، وقدمنا يعني الأسئلة ولكن لم نكملها، فإذا نكمل ما بدأناه المحاضرة المرئية رقم بخصوص يعني المحاضرة المرئية رقم 19، ثم ندخل بالطبع في المحاضرة المرئية رقم 20. طبعا سنحاول أننا نتحدث بنفس الطريقة على يعني المحاضرات المرئية، ونحاول أنه إلى المحاضرة الحية رقم 11 نكون تحدثنا عن يعني أهم الأفكار وجاوبنا على الأسئلة، ثم في المحاضرة رقم 12 إن شاء الله يعني نخصصها للمراجعة وبعض يعني العناصر التي يعني يجد بعض الطلاب فيها صعوبات مثل الأسئلة المتعلقة بالجداول والعلماء إلى آخره. نعم، ذكرنا السؤال الكويز أجبنا عليه، وهناك السؤال اللي تحدثت عليه منذ قليل أيضا أجبنا عليه اللي هو رقم 2، لكي يقع ترجمة ثقافة الجودة الشاملة إلى مخططات استراتيجية للجودة الشاملة، إذا نختار الإجابة هي جيم، القيم والمبادئ التي تواجه اختياراتنا. نعم، تواجه اختياراتنا الأهداف التي ستكون محركا لتنفيذها. ثم السؤال الثالث أيضا أجبنا عليه المحاضرة الحية السابقة، لصياغة المخطط التنفيذي لإدارة الجودة الشاملة، نقوم بتجميع الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية الموجودة في المخطط الاستراتيجي لأهداف تنفيذية وعملية، نقوم بتجزئة الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية الموجودة في المخطط الاستراتيجي لأهداف تنفيذية وعملية، جيم نقوم بتأليف الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية الموجودة في المخطط الاستراتيجي إلى أهداف تنفيذية وعملية، بل جميع ما ذكر، والإجابة هي باء، لصياغة المخطط التنفيذي لإدارة الجودة الشاملة، نقوم بتجزئة الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية الموجودة في المخطط الاستراتيجي إلى أهداف تنفيذية وعملية. ثم السؤال
إذن الرابع يمكن المخاطب الاستراتيجي لإدارة الجودة الشاملة من تحديد ألف الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الجودة الشاملة وتفصيلها إلى أهداف تنفيذية. ب الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الجودة الشاملة وتفصيلها إلى أهداف عملية. ج الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الجودة الشاملة وتفصيلها إلى أهداف تكتيكية للجميع ما ذكر. الإجابة هي ج. فيمكن المخطط الاستراتيجي لإدارة الجودة الشاملة من تحديد إذن الإجابة ج الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الجودة الشاملة وتفصيلها إلى أهداف تكتيكية. ثم السؤال الخامس والإجابة به صح أم خطأ. لا تمكن شبكة التحليل الذاتي للوقت من الفهم العميق لإدارة الوقت، ولذلك لا توفر معلومات مهمة لمعرفة هل الوقت المتوفر في المنظمة كاف أم لا لتصميم وتنفيذ وتقييم برامج الجودة الشاملة. هل هذا صحيح أم خطأ؟ هذا خطأ فعلا. فالصحيح أن شبكة التحليل الذاتي للوقت تمكن من الفهم العميق لإدارة الوقت، وبذلك توفر معلومات مهمة لمعرفة هل الوقت المتوفر في المنظمة كاف أم لا لتصميم وتنفيذ وتقييم برامج الجودة الشاملة. إذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 20، وأمامكم الكويز الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 20. نص السؤال: إن نجاح برنامج الجودة الشاملة مرتبط بجودة نظم المعلومات التي تعتمد بالأساس على جداول القيادة الاستراتيجية، والتي بدورها تساعد في تحسين جودة ألف إنتاج وإرسال معلومات، ب استقبال وفهم معلومات، ج استعمال المعرفة المكتسبة لتصميم القرارات وتنفيذها وتقييمها. وفي هذه إذا المحاضرة وصلنا التحدث عن جداول القيادة التي فيها مؤشرات تمكننا من قيادة مشروع الجودة، وعرفنا في المؤشر أنه معلومة لها معنى خاص لمستعملها. وهذه هذا المؤشر يعني يعطينا يعني فكرة عن مدى تحقيق الأهداف، فلا بد أن يتم تحليل المعلومات الموجودة في المؤشر. فبالطرف المؤشر تجد يعني عندنا مستويات نريد أن نصل إليها ونقارن بالمستويات التي سجلت، ويعني يمكن إذا كان هناك انحرافات إشارة وتوضح لنا أن هناك انحراف في مستوى مثلا أداء معين. فنجاح مشروع الجودة الشاملة مرتبط بجودة نظم المعلومات التي تعتمد بالأساس على جداول القيادة الاستراتيجية، والتي بدورها تساعد في تحسين جودة إنتاج المعلومات، إرسال المعلومات، استقبال المعلومات، فهم المعلومات، واستعمال المعرفة المكتسبة لتصميم القرارات وتنفيذها وتقييمها. ويرتكز جدول القيادة في تحضيره يعني في إعداده، يعني لما نعد جدول القيادة يتم إعداد جدول القيادة على أساس ثلاثة مبادئ، وهي إدماج الأهداف الاستراتيجية لإدارة الجودة الشاملة في جدول القيادة، تبويب مؤشرات النتائج الحالية وإنتاج الطاقات الممكنة المرتبطة بإدارة الجودة الشاملة، واختيار مؤشرات الكيفية والكمية والمالية لتصميم وتنفيذ وتقييم إدارة الجودة الشاملة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن وقود النشاطات الخاضعة لمفاوضات دولية، وقلنا أنها طريقة بسيطة وعملية تمكن المنظمة من إدارة العديد من المشاكل المتعلقة بالجودة في نفس الوقت وبلوغ عديد الأهداف بطريقة منسقة. فإذا يعني هذه العقود هي يعني تحدد فيها مستويات الأهداف التي نريد من الموظف أو العامل أو القسم أو الإدارة أن تصل إليها، و هناك حوار ومفاوضات بين الرئيس والمرؤوس حول هذه الأهداف. هناك أهداف أولية أقل من 10 أهداف على المدى المتوسط على المدى القصير 6 أشهر، وبالطبع هناك أهداف أيضا سنوية. ولما يحقق الموظف أو القسم
بالنسبة للسؤال المحاضرة رقم 20 أمامكم الكويز، هناك فقط كويز ذكرناه وبقية أسئلة بعد أن نذكر أهم الأفكار المتعلقة بالمحاضرة المرئية رقم 20، ونتحدث الآن على عقود النشاطات الخاضعة للمفاوضات يعني الدورية، كيف أنها يعني تمكن من إعطاء مبلغ وإضافي وزائد في الأجر عند بلوغ الأهداف المتفق عليها. وأكدنا على ضرورة أن هذا المبلغ لابد أن يكون له قيمة يعني، و يعني بعض الدراسات يقولون أن يعني أن زاد في الأجر بحدود 5% أو ما يقارب أجر نصف شهر سنويا، هذا يعطي يعني قيمة للزائد في الأجر ويحفز الموظف على تحقيق أهدافه. وهذا شكل الزيادة في الأجر يمكن يكون مكافأة مالية أو ارتقاء تصنيفي أو ارتقاء في سلم المسؤولية. ثم تحدثنا عن مدخل السيرورات، وهذا المدخل يعني مهم جدا في اتخاذ القرارات بطريقة مثلى، وأعطينا مثال لتطبيق المدخلات والمخرجات وتحويل المدخلات إلى مخرجات، كيف أن هذا يمكن من تطوير تصميم وتنفيذ مراقبة مشاريع الجودة. وهذا بالطبع العلم أخذ من يعني علوم اللوجستية، فالإدارة اللوجستية أو أيضا ما يسمى بإدارة سلسلة الإمداد أو سلاسل الإمداد تقدم خرائط سيرورات يمكن استعمالها في إدارة الجودة الشاملة، وبذلك يقع إدماج المنطق اللوجستي في مشروع الجودة الشاملة ليصبح عبارة عن منظومة مثلى من القرارات تؤدي إلى التميز. وكان هذا يعني آخر الفكرة قدمناها في بخصوص المحاضرة المرئية رقم 20. إذا نرجع إلى كوز الاختبار السريع. نعم نحن الآن يعني أنهينا آخر فكرة متعلقة بالمحاضرة المرئية المصورة رقم 20، ونعطي إذن الإجابة على الإجابة عن الكوز الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 20، ونص السؤال يقول أن نجاح برنامج الجودة الشاملة مرتبط بجودة نظم المعلومات التي تعتمد بالأساس على جداول القيادة الاستراتيجية، والتي بدورها تساعد في تحسين ألف إنتاج وإرسال معلومات، ب استقبال وفهم معلومات، جيم استعمال المعرفة المكتسبة لتصميم القرارات وتنفيذها وتقييمها دل جميع ما ذكر. وفعلا كما قال زملائك الإجابة هي دل جميع ما ذكر، فنجاح برنامج الجودة الشاملة مرتبط بجودة نظم المعلومات التي تعتمد بالأساس على جداول القيادة الاستراتيجية، والتي بدورها تساعد في تحسين جميع ما ذكر، إنتاج وإرسال المعلومات، استقبال وفهم المعلومات، استعمال المعرفة المكتسبة لتصميم القرارات وتنفيذها وتقديمها. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 20، تعتبر عقود النشاطات الخاضعة للمفاوضات الدورية هدف طريقة معقدة تمكن المنظمة من إدارة العديد من المشاكل المتعلقة بالجودة في نفس الوقت وبلوغ عديد الأهداف بطريقة منسقة، بطريقة بسيطة وعملية تمكن المنظمة من إدارة العديد من المشاكل المتعلقة بالجودة في نفس الوقت وبلوغ عديد الأهداف بطريقة منسقة، جيم طريقة غير جيدة لا تمكن المنظمة من إدارة العديد من المشاكل المتعلقة بالجودة في نفس الوقت لبلوغ عديد الأهداف بطريقة منسقة، بل جميع ما ذكر. فعلا الإجابة الصحيحة هي باء، تعتبر عقود النشاطات الخاضعة للمفاوضات الدورية إذا بطريقة بسيطة وعملية
تمكن المنظمة من إدارة العديد من المشاكل المتعلقة بالجودة في نفس الوقت وبلوغ عديد الأهداف بطريقة منسقة. السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 20، تقوم وقود النشاطات الخاضعة للمفاوضات دورية بتنظيم العلاقات المهنية بين كل عامل ورئيسه المباشر بهدف الحث على تحسين جودة المنتج على المدى القصير عبر الحوار المباشر بين مكتبتين تنظيميتين متتاليتين. باء التطوير عبر الحوار المباشر بين مكتبتين تنظيميتين متتاليتين. جيم القصير والطويل عبر الحوار المباشر بين مكتبتين تنظيميتين متتاليتين. دل شيء ما ذكر. فالإجابة الصحيحة هي جيم. فتقوم وقود النشاطات الخاضعة لمفاوضات دورية بتنظيم العلاقات المهنية بين كل عام ورئيسه مباشر بهدف الحث على تحسين جودة المنتج على المدى القصير والطويل عبر الحوار المباشر بين مكتبتين تنظيميتين متتاليتين. السؤال الرابع متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 20، تقدم الإدارة اللوجستية أو ما يسمى أيضا بإدارة سلسلة الإمداد خرائط سيرورات التي يمكن استعمالها في إدارة الجودة الشاملة، وبذلك يقع إدماج المنطق اللوجستي في برنامج الجودة الشاملة ليصبح عبارة عن ألف منظومة مطلة من القرارات تؤدي إلى التمييز، ب منظومة غير مطلة من القرارات لا تؤدي إلى التمييز، ج منظومة عشوائية من القرارات لا تؤدي إلى التمييز، د جميع ما ذكر. قال الإجابة الصحيحة هي ألف. فتقدم الإدارة اللوجستية أو ما يسمى أيضا بإدارة سلسلة الإمداد خرائط سيرورات التي يمكن استعمالها في إدارة الجودة الشاملة، وبذلك يقع إدماج المنطق اللوجستي في برنامج الجودة الشاملة ليصبح عبارة عن، إذن الإجابة ألف، منظومة مثلى من القرارات تؤدي إلى التمييز. السؤال الخامس متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 20، والإجابة ب صح أم خطأ. المؤشر هو معلومة لها معنى خاص لمستعملها، وهو ناتج عن مجموعة صغيرة من المعلومات التي لها مسؤولية خاصة بالنظر إلى الأهداف الاستراتيجية المرسومة في أول فترة، ويقع تحييمها يعني تحييم يقصد به تحديثها، ويقع تحييمها وتحليلها بصفة منتظمة، وهو عبارة عن إشارة تضيء عند تسجيل فارق بين الأهداف المرسومة والأهداف الحقيقية المسجلة التي تستدعي بالتالي أخذ قرار. هل هذا صحيح أم خطأ؟ فعلا هذا صحيح. إذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 21، وأمامكم أيضا الكويز الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 21. إذا نص السؤال، نموذج سكور يمكن من إدماج نموذج سكور يمكن من إدماج منطق ألف التسويق في إدارة الجودة الشاملة للوصول إلى التمييز، باء الإدارة اللوجستية في إدارة الجودة الشاملة للوصول إلى التمييز، جيم الابتكار في إدارة الجودة الشاملة للوصول إلى التمييز، ذات جميع ما ذكر. وفعلا يعني في المحاضرة المرئية رقم 21 قدمنا مثال لنموذج يمكن من تطبيق منطق الإدارة اللوجستية في إدارة الجودة الشاملة، ونموذج سكور سبلاي تشين اوبريشن ريفرنس موديل هذا هو نموذج أمريكي يوضح كيف أن نمكن أننا ندير، يعني لما نقصد بإدارة تخطيط تنظيم توجيه ورقابة على كامل السلسلة السبلاي تشين مانجمنت، سلسلة الإمداد أو سلاسل الإمداد. فبالطبع الشركة يعني تأخذ من المورد، المورد الأولية، لذلك هناك المصدر، مصدر المورد، ثم تحول المواد الأولية وتسلم إلى العميل يعني المنتج. طبعا هناك عملية إرجاع يمكن تكون من العميل إلى الشركة إذا كان يعني المنتج
120 عميل. ويمكن ايضا ارجاع من للمصدر اذا كان المواد الاوليه يعني فيها اشكال. فبالتالي سواء التسليم او التحويل او المصدر او الارجاع، هذه نفس الطريقه يشتغل بها المورد ومورد المورد. مثلا نحن نصنع ملابس، فالمورد هو الذي يصنع مثلا القماش، مورد المورد هو الذي يصنع الخيط لصناعه القماش. فالشركه اذا لما تخطط وتنظم وتوجه وتراقب مع المورد ومورد المورد، ثم بعد ذلك لما تبيع تبيع مثلا عميل ربما يكون تاجر جمله، ثم عميل ربما يكون تاجر تجزئه، الى ان يصل الى المستهلك. فنلاحظ انه الجميع السلسله كامله يعني مع بعض لتمكين الشركه من الاستمراريه في الحصول على المدخلات، وايضا لضمان مبيعاتها على مستوى العميل وعميل العميل الى المستهلك. فهذه يعني النموذج بشكل خريطه السيرورات تحدثنا عنها، وتطبيق منهج السيرورات حسب المنطق اللوجستي وحسب منطق سلاسل الامداد، يمكن ان تكون قرارات مثلى ويعني تمكن من يعني ان مثلا اداره وقت مثلى والقضاء على الهدف الى اخره. ثم بعد ذلك تحدثنا عن المنهجيه العمليه لاعداد مشروع الجوده. فطبعا نحن قمنا سابقا بتشخيص ويعني استخرجنا مشاكل في سته محاور، وهي ظروف العمل وتنظيم العمل والاتصال والتنسيق والتشاور، اداره الوقت، التدريب المندمج، والتنفيذ الاستراتيجي. ايضا نحاول مثلا من خلال هذا يعني التشخيص ان نستخرج مشاكل اساسيه، ونحاول نعطي حلول في مختلف هذه المحاور. يعني مثلا لو مشكله اساسيه اعطينا مثلا في التدريب، نحاول اننا مثلا نحسن ظروف العمل لنتخلص من المشكله هذه، ونحاول نحسن تنظيم العمل لنتخلص من مشكله يعني التدريب والاختلالات في الشركه. ايضا تحسين في اداره الوقت، وتحسين في الاتصال والتنسيق والتشاور، وايضا تحسين برامج التدريب، وتحسين التنفيذ الاستراتيجي للتخلص من هذه المشكله، وهكذا. فايضا من خلال هذا الجدول سنتحصل على مجموعه من الحلول. هذه الحلول نحاول ان نقوم بصياغتها في على نقوم بصياغتها على شكل أهداف استراتيجية. يعني هذه الأهداف الاستراتيجية التي يعني سنحدد فيها أوقات ونحدد فيها الإمكانيات، وتمكننا من التخلص من مشاكل الجودة التي يعني اكتشفناها في التشخيص. وفي نفس الوقت لابد أن يعني تمكن من تطبيق القيم والمبادئ ثقافة المنظمة. يعني لابد ان تكون هناك تناغم بين القيم والمبادئ يعني ثقافه المنظمه وعمليه التخلص من مشاكل من خلال صياغه الاهداف الاستراتيجيه. بالطبع الاهداف الاستراتيجيه على المدى الطويل، فلتحقيقها لابد من تفصيلها الى اهداف تكتيكيه على المدى المتوسط. فقدمنا الخطه الاستراتيجيه للجوده الشامله، ثم بعد ذلك لكي نستطيع ان ننفذ على المدى القصير هناك مخطط تنفيذي من خلاله نقوم بتفصيل اهداف تكتيكيه الى اهداف تنفيذيه على المدى القصير، يعني يمكن 6 اشهر في بعض الكتب لمده سنه. ثم نحدد من سيشارك اللجنه المركزيه في تحقيق تلك الاهداف التنفيذيه. ثم بعد اخر 6 اشهر نقوم بالتقييم لنرى ما انجز وما لم ينجز وما هو في طور الانجاز. وبعد 6 اشهر يعني هذا يعني التقييم قد يمكننا ايضا من تحديث المخططات وتحديث يعني التشخيص. ثم تحدثنا عن اداره الكفاءات،
ووضحنا أن يعني هناك أهداف لتطوير التدريب، وفي التشكيل السابق تعرفنا على مشاكل بصفة عامة متعلقة بالتدريب. فخريطة تدريب الكفاءات بخرائط سيرورات تمكننا من الدخول في التفاصيل في إشكاليات متعلقة بنقص الكفاءات. ومثلا أخذنا مثال في المحاضرة كيف نستطيع مثلا كيف نستعمل مثلا خرائط السيرورات هذه، خرائط شبكة الكفاءات لكي ننشر ثقافة الجودة الشاملة من خلال يعني اختيار بعض السيرورات ومقارنتها بما هو موجود من كفاءات. فنرى مثلا الموظفين هل لهم مثلا معارف مظهرية وتطبيقية أم معارف مظهرية بدون تطبيق، أو بعض المبادئ أو ليس هناك يعني لا معارف ولا تطبيق. فأعطينا مثال مثلا لهندسة الجودة وأدوات إدارة الجودة الشاملة، ووضحنا كيف أنه يمكن هناك يكون هناك أشخاص لهم معارف تطبيقية ونظرية في الشركة. هؤلاء يستطيعون أنهم مثلا يقومون بدورات تدريبية داخل الشركة، فيوفرون المعارف النظرية وأيضا المهارات التطبيقية لزملائهم. في بعض مثلا مع سيرورات أو العمليات أو النشاطات قد تكون لدى الموظفين مثلا معلومات نظرية أو تطبيقية. نحن الآن في شبكة الكفاءات لكي ننفذ لكي يعني نعد برنامج الجودة. فبناء عليه نعد برنامج تدريبي سواء داخلي موظفين لهم كفاءات ومعارف ومهارات تطبيقية يدربون زملائهم، في حالة عدم وجود مثلا كفاءات داخلية نقص يعني معارف ومهارات داخلية تضطر الشركة إلى أن تقوم بدورات تدريبية خارجية، يأتي مدرب خارجي ويوفر هذه المعارف والمهارات للموظفين، وبالتالي نتخلص من المشاكل التي يعني وجدناها في التشخيص المتعلقة بالتدريب. أيضا تحدثنا وحتى تحدثنا يعني الحصة السابقة على موضوع طبعا بالنسبة للجداول، فهناك أسئلة وطرق أسئلة وسنتدرب عليها لنعرف طريقة الأسئلة المتعلقة بالجداول. فلا بد من فهمهم وهناك العناصر الأساسية هذه الموجودة في الجداول، سنتدرب على طريقة الأسئلة عليها. بالنسبة للتحليل الذاتي للوقت، فسرت المرة السابقة بناء على يعني سؤال زميلكم منهم كيف أننا يعني في التشخيص السابق يعني عرفنا مشاكل مثلا بصفة عامة متعلقة بإدارة الوقت مثلا في وظيفة معينة لشخص معين، فنطبق هذه الشبكة شبكة مثلا على شخص معين ونرى مثلا لمدة 5 أيام الوقت يعني ما هي الأفعال التي تم القيام بها وكم يعني أخذت وقت، وبعد ذلك نحاول أن يعني نوضح يعني مثلا هذه الأفعال هل يعني مثلا تصرف جاري أم هي معالجة مشاكل، هل هي انزلاق وظيفي أم هي قيادة استراتيجية أم هي وقائع مشاكل، هذا يعني في إطار تحديد نوعية النشاط. وأيضا لابد أن نعرف هل هذه الأفعال التي يقوم بها الموظف هل لها قيمة مضافة أم لا، يعني هل القيمة المضافة قوية جدا قوية ضعيفة ضعيفة جدا. بالطبع نفترض أن الأعمال التي لها قيمة مضافة نعطيها أهمية أكثر. وأيضا هذه نحاول نحدد الحاحية ما هو ملح وما هو غير ملح، الحاحية قوية جدا قوية ضعيفة ضعيفة جدا. بالطبع الأشياء الملحة تكون عندها أولوية على الأشياء التي ليست ملحة، وبناء على هذا التحليل نستطيع أننا مثلا هذا الموظف الذي له يعني لا يجد وقت وعنده يقول أن له أعمال أكثر من طاقته، ممكن مثلا نحتفظ بجزء من أعماله وجزء آخر يتم تفويضها إلى مثلا مرؤوسيه، وربما أعمال أخرى قد يتم تحويلها، وبالتالي قد نتمكن من تخفيف الأفعال على هذا الموظف ونتخلص من مشاكل إدارة الوقت التي تم
استشافة في التشغيل بخصوص هذا الموظف أو تلك الوظيفة. إذا نرجع إلى الكوز الذي المتعلق بالاختبار السريع، المحاضرة المرئية رقم 21. إذا النموذج سكور يمكن من النموذج السكور يمكن من إدماج منطق ألف التسويق في إدارة الجودة الشاملة للوصول إلى التميز، ب الإدارة اللوجستية في إدارة الجودة الشاملة للوصول إلى التميز، ج الابتكار في إدارة الجودة الشاملة للوصول إلى التميز، د جميع ما ذكر. وفعلا الإجابة هي ب نموذج السكور يمكن من إدماج منطق ب الإدارة اللوجستية في إدارة الجودة الشاملة للوصول إلى التميز. السؤال الثاني متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 21. جدول مشروع الجودة يتكون من ألف خانات أفقية تمثل النقاط السوداء، ب خانات عمودية تمثل مجالات الحلول وهي المجالات الستة لمشاكل الجودة، ج تقاطع خانات أفقية تمثل النقاط السوداء وخانات عمودية تمثل مجالات الحلول وهي المجالات الستة لمشاكل الجودة، د لا شيء مما ذكر. وفعلا الإجابة الصحيحة هي جيم. فجدول مشروع الجودة يتكون من إذن تقاطع الخانات الأفقية تمثل النقاط السوداء وخانات عمودية تمثل مجالات الحضور وهي المجالات الستة لمشاكل الجودة. السؤال الثالث المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 21. تقييم تقدم إنجاز البرنامج التنفيذي للجودة الشاملة يمكن معرفة ألف ما أنجز من أهداف، ب ما لم ينجز من أهداف، ج ما هي الأهداف التي ما زالت في طور الإنجاز، د جميع ما ذكر. والإجابة إذا هي د. فتقييم إنجاز برنامج تنفيذي للجودة الشاملة يمكن معرفة إذا جميع ما ذكر، ما أنجز من أهداف، ما لم ينجز من أهداف، ما هي الأهداف التي ما زالت في طور الإنجاز. السؤال الرابع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 21. يمكن نشر ثقافة الجودة الشاملة بواسطة ألف إدارة الكفاءات بخرائط السيرورات، د إدارة الكفاءات بخرائط الوظائف، ج إدارة الكفاءات بخرائط الهيكل التنظيمي، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي ألف. فيمكن نشر ثقافة الجودة الشاملة بواسطة إذن ألف إدارة الكفاءات بخرائط السيرورات. السؤال الخامس متعلق بالمحاضرة المرئية رقم 21، والإجابة به صح أم خطأ. جدول مشروع الجودة تقوم بإعداده فرق عمل غير متنوعة التي تعتمد عليه في تصميم برنامج الجودة، هل هذا صحيح أم خطأ؟ جدول مشروع الجودة تقوم بإعداده فرق عمل غير متنوعة التي تعتمد عليه في تصميم برنامج الجودة، هل هذا صحيح أم خطأ؟ فعلا هذا خطأ. جدول مشروع الجودة تقوم بإعداده فرق عمل متنوعة التي تعتمد عليه في تصميم برنامج الجودة. إذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم 22. وإذا أمامكم الكويز الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 21. رقم 22 عفوا. إذا المؤشر في جدول القيادة يكون إذا ألف كيفي، ب كمي، ج مالي، د جميع ما ذكر. وإذا في المحاضرة المرئية رقم 22 تم طرح مجموعة من الأسئلة التي على أساسها يمكن إعداد جدول القيادة. لإعداد جدول القيادة لابد أن نجيب على الأسئلة المتعلقة بالمؤشرات، لابد أن نعرف ما هي المؤشرات التي يحتاجها صاحب جدول القيادة. قد يكون جدول القيادة لموظف أو لقسم أو لإدارة، فلابد من تحديد المؤشرات التي يحتاجها لأخذ القرارات. أيضا ما هي المؤشرات التي يحتاجها لتعامل مع الرؤساء، المعلومات أيضا التي يجب إرسالها بصفة منتظمة للذين يعملون
تحت امرة من يمثل ملكية القيادة، من هي المعطيات التي الملكي يجيب على تساؤلات الشركاء الخارجيين. أيضا هي المعلومات التي يجب أن أعطيها شكلا حتى أجعلها سهلة البلوغ والفهم. أيضا لابد أن أعرف هل أنا بحاجة لمراقبة مؤشرات تخص جانب البيئة ورصد تهديدات، ما هي المؤشرات التي يمكن أن أعتمد عليها لتقييم أعمالي، وعلى أي قاعدة يمكن أن يقع تقييمي. ثم قدمنا يعني الجدول فيه يعني هيكل الجدول القيادة، وكيف أننا مثلا بعض المؤشرات تعطينا الغيابات، دوران الموظفين، حوادث الشغل، الجودة، فنحدد مثلا لكل مؤشر هل هو كيفي وكمي ومالي. أيضا السند والمستند الذي توجد فيه المعلومة تخص هذا المؤشر، أيضا من يرسل تلك المعلومة، تلك البيانات أيضا لابد أن نحدد هل تسجل يوميا، أسبوعيا، شهريا، كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر. أيضا نحدد القيادة، يعني متى نأخذ القرار بخصوص هذا المؤشر، هل القيادة أسبوعية، شهرية، كل 3 أشهر، كل 6 أشهر أو سنوية. لاحظ أنه مثلا يمكن أن يسجل بيانات يوميا، ولكن يمكن تكون القيادة أسبوعية، يعني مثلا الغيابات كل يوم نسجل الغيابات، لكن لا نأخذ قرار كل يوم، نأخذ كل أسبوع. يعني يمكن أنه يعني مثلا موقف غار يعني صفة استثنائية يوم، فلا نأخذ قرار يعني مباشرة على هذا الأساس، لكن ننتظر مثلا إذا تكرر هذا الغياب أسبوعيا، شهريا، أو 3 أشهر. فلذلك نفهم لماذا يعني تسجيل بيانات يمكن يكون يومي، القيادة تكون أسبوعي، هذا أخذ القرارات. ثم بعد ذلك قدمنا عقود النشاطات الخاضعة للمفاوضات الدورية، ووضحنا كيف يعني هناك أهداف أولية وأهداف ثانوية، ونحدد ما هو المستوى المطلوب لتحقيقه للأهداف الأولية، والمستوى المطلوب لتحقيق الأهداف الثانوية، ونعطي أوزان ترى الوزن الأهداف الأولية يكون أكثر من الأهداف الثانوية. ثم بعد ذلك نحدد المستوى الذي تحقق، ثم نقوم بترقيم متزن أو حسب الأوزان، وبالتالي نستطيع أننا يعني نقيم بصفة عامة درجة تحقيق الأهداف، هل هي 100%، 80%، 90%، وبالتالي نستطيع أن نحدد زائد الأجر أو المكافأة عند تحقيق تلك الأهداف. ثم قدمنا مثال يعني في التعليم العالي بخصوص هذه العناصر، وقدمنا مثلا كيف يعني بعض القيم المبادئ التي مثلا نعتمد عليها في تدريس مثلا جامعي يخص طلبة ماجستير مهني في هندسة إدارة الأعمال. وكانت هذه السيرورة، وضحنا كيف الرؤية بخصوص هذه السيرورة والطموح والرسالة والأهداف الاستراتيجية، وكيف فرعناها إلى أهداف تكتيكية وتنفيذية، وحددنا بعض المؤشرات ومحاور التدريب. بالطبع حسب على وقت المحاضرة انتهى، ويعني هناك معلومات أخرى في بخصوص المحاضرة المرئية رقم 22. أرفض إن شاء الله يعني نواصل في المحاضرة الحية رقم 10. بالطبع أذكركم أن المحاضرة المرئية رقم 10 إن شاء الله تكون يعني في موعدها يوم الثلاثاء القادم على الساعة 10. هذا مثال يعني، مثال يعني كما تعرف يعني المجلس هناك أسئلة مقالية يعني، سواء الجدول أو لا، يعني الطالب إذا كان يفهم يستطيع يجيب على الخيارات يعني. إذا أتمنى في نهاية هذه المحاضرة أن تكونوا قد استفدتم من محتوى هذه المحاضرة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله جل وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إن شاء الله تكتب أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.